كتير بنشوف مشاكل داخل الأندية بتوصل لاضطرابات وتوقف عن التدريب بسبب مشاكل مالية مثلا، لكن اللي حصل داخل معسكر فرنسا في كأس العالم 2010 كان كارثة مختلفة تماما، واحدة من أكبر الفضائح في تاريخ كرة القدم واللي انتهت بأسوأ النتائج الممكنة. التأهل للبطولة جاء عن طريق الملحق بعد الحصول على المركز الثاني في المجموعة خلف صربيا. حتى الملحق ما كانش سهل أبدا، وقدر منتخب فرنسا يتأهل على حساب أيرلندا بصعوبة بعد لمسة يد تيري هنري المشهورة اللي جابت الفوز. قبل بداية كأس العالم ما كانش فيه أي بوادر لتحسين المستوى ده، وده ظهر من الماتشات الاستعدادية اللي تعادل فيها منتخب فرنسا مع تونس وخسر من الصين. بالتالي الضغوط زادت الضعف على لاعبي فرنسا مع دخول البطولة. التخبط زاد لما أعلن الاتحاد الفرنسي إن المدرب ريمون دومينيك هيسيب منصبه بعد نهاية كأس العالم. في النهاية حاول أعضاء المنتخب الخروج من الضغوط والتركيز في البطولة، لكن المباراة الأولى قدام أوروغواي زودت المشاكل أكتر بعد نهايتها بالتعادل وبأداء سيء من الجميع. المباراة الثانية قدام المكسيك كانت فعلا هي القشة التي قسمت ظهر البعير. بعد شوط أول ما اختلفش فيه الأداء، دخل دومينيك غرفة الملابس وبدأ يدي تعليمات لنيكولاس أنيلكا بالأخص، ويطالبه بعدم الرجوع للدفاع والتركيز أكتر في الشق الهجومي. هنا كانت الكارثة، أنيلكا استقبل نقده وتعليمات مدربه بإهانته. أنيلكا وجه السباب لدومينيك وثار في وشه ورفض يتلقى منه أي تعليمات، وده اللي خلاه يستبدله بين الشوطين في المباراة اللي انتهت بهزيمة فرنسا 2-0. الحادثة بشكل ما وصلت للصحافة اللي أصرت أن أنيلكا وجه السباب للمدرب ولوالدته بألفاظ بذيئة، وعشان كده قرر الاتحاد الفرنسي استبعاد أنيلكا من المعسكر وعودته لبلاده. أنيلكا تكلم فيما بعد خلال فيلمه التسجيلي وقال أنه شعر بالإهانة لأن المدرب وجه له الكلام بشكل خاص وسط الأداء السيء من الجميع. قال كمان أنه كان زي البركان اللي مستني لمسة علشان ينفجر، وده اللي حصل في وش المدرب، ولكنه نفى أنه يكون وجه له الكلام البذيء. باتريس إيفرا وإيريك أبيدال كانوا من قادة الفريق وحاولوا ينظموا اجتماع مع المدرب وأنيلكا، ولكن حسب كلامهم أن دومينيك ما ظهرش في غرفة الاجتماعات بعد اتفاقه معاهم على الحضور. في اليوم التالي وبعد رجوع أنيلكا لفرنسا، قرر زملائه في المنتخب أنهم لازم ياخدوا موقف للاعتراض على قرار الاتحاد الفرنسي باستبعاده. وفي واحد من التدريبات الأخيرة قبل مواجهة جنوب أفريقيا المصيرية، قرر لاعبي منتخب فرنسا بالإجماع النزول من الحافلة والتوقيع للجماهير وبعدها العودة ليه تاني من غير ما يتدربوا. القرار كان قدام الإعلام بالكامل نظرا لأنه كان تدريب مفتوح وكان مفاجئ لكل الناس بما فيهم أعضاء الجهاز الفني. وقدام الكاميرا اشتبك روبرت دوفرن مسؤول التأهيل البدني مع باتريس إيفرا، وكان الموضوع قريب من الوصول للتلامس بالإيد، وفي النهاية انتهى المشهد برامي دوفرن لسفرته بعيدا للتعبير عن غضبه. بعد توجيهات من نيكولا ساركوزي رئيس فرنسا بنفسه، اجتمعت روزلين باشلوت رئيسة الوزراء مع اللاعبين وقالت لهم انتم حابين الناس يفتكروكم ازاي؟ وإيه الصورة اللي عايزين تسيبوها للأطفال اللي بيتابعوكم؟ الاجتماع انتهى بتصفيق جماعي من اللاعبين اللي بعضهم نزل دموع من عينه. فيما بعد شارلوت كشفت عن اللي دار بينهم وإنها قالت للاعبين إنهم شوهوا صورة فرنسا بالكامل وما بقوش الأبطال بالنسبة للأطفال من المتابعين ودمروا أحلام الوطن. وفي اليوم التالي اعتذر اللاعبين للمدرب وقرروا يرجعوا للتدريبات، ولكن إيفرا تم استبعاده من القائمة اللي شاركت قدام جنوب إفريقيا. ولأن النهايات السعيدة موجودة بس في هوليوود زي ما قال هنري عن مشوار البطولة، كان لازم منتخب فرنسا ينهي الكوارث اللي حصلت طول البطولة بالخسارة من جنوب إفريقيا. سيناريو يورو 2008 تكرر وخرج منتخب فرنسا من الدور الأول مرة تانية بنقطة وحيدة وكمان بهدف واحد في البطولة عشان يسجل أسوأ مشاركة ليه في تاريخ البطولة. بعد الإقصاء من البطولة وكعقاب للاعبين، قرر الاتحاد الفرنسي رجوعهم في طيارة عامة على الدرجة الاقتصادية، فيما قدم جان بيير إسكالي رئيس الاتحاد استقالته وطالب وأكد أن أنيلكا مش هيلعب لمنتخب فرنسا تاني. أما ليليان تورام أسطورة دفاع فرنسا فطالب بمعاقبة اللاعبين بشدة وخصوصا إيفرا لأنه شايف أنه أهان قميص المنتخب وهو القائد. بالفعل صدرت عقوبات كبيرة على اللاعبين، وكانت أقصاها على أنيلكا اللي اتمنع من اللعب بقميص فرنسا ل 18 مباراة، لكن اللاعب خرج وقال ان العقوبات دي ما تخصوش لانه بالفعل قرر الاعتزال دوليا بعد البطولة. كاس العالم 2010 كان محطة اخيرة في نهاية جيل حقق في بداياته انجازات لفرنسا، نهاية كانت بسيناريو هو الاسوأ وباخر طريقة ممكن يتمناها اي مشجع لفرنسا، لكن نهاية الجيل ده كانت نواة لبداية جيل جديد لمنتخب فرنسا بدأ التحسن بالتدريج حتى كاس العالم 2018 واللي قدر يتوج بيه.
كاس العالم 2010 كان فضيحة بكل تأكيد، ولكن الغلط كان على مين؟ هل اللاعبين اللي لحد دلوقتي شايفين ان الغلط ما كانش من عندهم بعد قرار بمساندة زميلهم، ولا من دومينيك اللي مقدرش يفرض سيطرته على المعسكر وما كانش فيه تواصل بينه وبين اللاعبين، ولا من الاتحاد الفرنسي اللي بدأ التخبط من عنده بإعلان رحيل المدرب قبل حتى بداية البطولة؟